فله الحمد الذين يتنحسر أفراده لتعداد ولا يمل تكرر بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا لسوابه فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل لنا ما نوالى جل فأشرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا قد تلقى في الحسن على مقام وتلا في مجده وتعالى صلى الله عليه لاهت العيون فيما اجتله بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوقهم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحافظ تأكل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلق النور فتبارك الله من إله الكريم بشرنا آياته في ذكرنا